لسه مكملين مع حضراتكم احتفالنا بفريق ناشئات كرة السلة تحت 14 سنة بالنادي الأهلي اللي توج مؤخرا بلقب بطولة منطقة القاهرة بعد ما فاز على نادي زهور زي ما قلت لكم من شوية بنتيجة 58-42. المرة دي منورانا جودي محمد سعد الباز لاعبة النادي الأهلي لكرة السلة، وكمان خديجة محمود حسني عويس لاعبة النادي الأهلي لكرة السلة. صباح الفل عليكم، منورين الدنيا، مبروك الكاس الجميلة. شكرا. حاجة عظيمة جدا. انت جودي انت اختي هنا. انا خدت بالي من الاسم. اخباركم ايه؟ كله حلو؟ طب انت وهنا عاملين مع بعض ازاي في البيت بقى؟ لا عادي يعني، مش يعني لو في ماتش مثلا، ايه هي عملت فيه شغل وانت ما كنتيش موفقه قوي، هل بتيجي تلقح عليكي كلام وكده ولا الدنيا بتمشي عادي؟ يعني ساعات ساعات. ها، والعكس صحيح طبعا. جميل. خديجه، اولا خديجه ولا خديجه؟ خديجه. خديجة. عشان انا عارف اصل في ناس اللي اسمهم خديجة بيزعلوا قوي، بيقول خديجة يقول لك بلدي قوي. هي العبرية واحد في الاخر. قول لنا يا خديجة، بدايتك مع كرة السلة ابتدت امتى وليه اخترتي الرياضة دي بصفة خاصة؟ انا عيلتي كلها كانت بتلعب باسكت وكانوا بيحبوا الباسكت وكده. فانا بادية مثلا من 3 سنين كده. اوكي، يعني ما ابتديتيش وانت صغيره قوي يعني، مش كده برضو؟ لا انا على طول في ملعب الباسكت يعني. ولا بتقولي ابتديتي وانت عندك 3 سنين؟ ابتديت 3 سنين مثلا. اوكي كده. انا افتكرت يعني ابتديت من 3 سنين عشان كده اتلخبطت. اوكي. وجودي انت، احنا عرفنا من هنا ان انتوا برضو عندكم كذا عنصر في العيله بيلعبوا كره سله، واكيد ده كان حافز بالنسبه لك، ولا انت اخترتيها بمحض ارادتك؟ لا برضو يعني احنا كنا بنشوفهم هم بيلعبوا، فيعني عايزين نلعب زيهم وكده. اوكي. واول مره خالص لعبتي باسكت بشكل احترافي بقى كان عندك كام سنة؟ باحترافي يعني ابتديتي تلعبي ضمن تشكيل فريق؟ لا يعني احنا كنا لما بنلعب في دجلة في الأول يعني كان ما كانش فيه السن اللي قدنا. اوكي. فكنا بنلعب مع الفريق اللي موجود وقتها. كنا بنلعب مع الفريق الأكبر. اوكي. بعد كده بقى عملوا فريق يعني السن بتاعنا فبقينا نلعب فيه، بعد كده بقى رحنا الأهلي. اوكي. وأنتِ حالياً في سنة كام؟ في ثالثة إعدادي. اوكي. انتوا توينز ولا ايه؟ لا والله. اوكي، انا ما خدتش بالي، مش هو الشبه مش قوي مش كده برضو؟ انتوا مش ايدنتيكال اعتقد. مش ايدنتيكال. اوكي. طب وانت يا جود في اي مرحله درست؟ ثانيه اعدادي. اوكي. والدراسه معاكوا عامله ازاي؟ الحمد لله. واضح من تعبير وشي. ايه، في الضياع ولا ايه؟ طمنينا عليك. لا لا مش في الضياع. ولا عارفه توازني ما بين الاثنين؟ لا بنوازن طبعا. يعني لو في وقت فاضي بعد التمرين قبل التمرين بنذاكر، بنساعد في العربيه برضو بنذاكر. بس هي عموما بعتقد ان هي حاجه مش سهله برضو، فكره ان انت تبقي ملتزمه قوي بتمرينات وتدريبات ومعسكرات وسفريات وبطولات، وفي نفس الوقت انت عندك التزام، واكيد يعني اكيد الاهالي زي ما هم اكيد فرحانين ببناتهم ان هم متفوقات رياضيا، برضو يهمهم ان هم يكونوا متفوقات دراسيا. يعني مثلا ماما دايما بتساعدنا ان احنا يعني تجهز لنا الحاجات لغايه ما نيجي من التمرين او من المدرسه عشان نروح التمرين، ويعني تبقى مجهزه لنا حاجاتنا عشان يعني نعرف نوازن ما بينهم. اوكي. طيب كواليس بقى الحصول على الكاس العظيم ده كانت عامله ازاي؟ استعديتوا ازاي للبطوله؟ واحنا كنا بنتكلم من شويه مع كابتن علاء ومع اختك، يعني هم من وجهه نظرهم كان المباراه الاصعب في البطوله دي كان ماتش الزهور. هل انتوا كلكم مجتمعين على ان احنا يعني كنا خسرانين في الاول، بعد كده يعني عوضنا. حكيت لنا هنا على كان في عكوسات، انتوا جبتوا بوينت واحده تقريبا ولا حاجه كده في الاول، قعدتوا فتره، ايه يعني ايه اللي حصل؟ فكان ده اللي حاصل في الشوط يعني الاول. هو يعني كلنا خايفين او متوترين، يعني كلنا كنا يعني مش عارفين نعمل حاجه، مش عارفه يعني، مع ان هم يعني الزهور كانوا خسروا من الجزيره واحنا كسبنا الجزيره فرق 20 بوينت. طب غريب قوي. فيعني المفروض يعني احنا نكسبهم فرق كبير، بس احنا بقى كنا لا، المفروض تبقوا نازلين كمان عندكم الى قدر كبير ثقه. هو بس كان في علينا اوفرلود لان احنا كنا بنلعب ماتشات كتير ورا بعض ولعبنا ماتشات كتير ورا بعض، فاحنا خلاص كان اخر ماتش ده كنا كلنا تعبانين كده. ولو كنا يعني لو كنا خسرنا كنا هنلعب لسه دوره ثلاثيه، هنلاعب الثلاث فرق تاني، فيعني كان ده ستريس بقى علينا ان احنا عايزين نكسب قوي. اوكي. فكان هو انت لازم تكسبه، فكان ضغط جامد فخلانا ده مش عارفين نركز. انتوا لما بتيجوا بقى تتفرجوا على مباريات كره السله، هل يعني وخصوصا عالميا يعني بتشوفوا مثلا الان بي اي، بتشوفوا دوريات الباسكت بول في اوروبا، هل بتتفرجوا على المرحله السنيه بتاعتكم؟ يعني بتشوفوا ماتشات مثلا الفرق اللي هي تحت 14 سنه، ولا بتبقوا يعني انترستد اكتر في ان انتوا تتفرجوا على الكبار؟ لا الكبار. كبار. طب مش الصح برضو ان انتوا تاخدوا فكره؟ ما احنا بناخد طبعا في مثلا بتبقى فيديوز بس مش ماتش كامل مثلا. اوكي. طب وفي الكبار بتشجعوا مين؟ يعني عالميا بتحبوا انهي فرق؟ يعني مثلا في الـ WNBA
في كذا يعني فريق يعني ناس يعني بنحب نتفرج عليهم في دبليو ام بي اي. وانت يا شيخه خديجه؟ ام بي اي مثلا ليكرز. اوكي. هو الام بي اي اي ماتش فيه اي حد استمتعي وهتشوفي شويه مهارات فنيه وشويه ثلاثيات وشويه دنكات، حاجه عظيمه جدا. كان في زمان مش عارف هل الفريق ده لسه موجود ولا لا، كان في فريق اسمه دريم تيم. بس كان في هارلم تقريبا لو انا مش غلطان، كان في فريق استعراضي وما كانش بيدخل في منافسات. كان بس يعني كان بيقعد يعمل حركات كده بالكوره. سحر والله العظيم. هل نفسكم يبقى عندكم القدر ده من المهارات؟ أكيد. هل بتشتغلوا سواء جوه التمرين بس او جوه التمرين وبراه بشكل منفرد على تنميه المهارات اللي فيها جماليات كده وفيها استعراضات؟ أيوة. ولا بتلعبوا على المضمون؟ لا يعني احنا مثلا في التمرين يعني بنقعد نتدرب مثلا مع بعض، يعني مثلا طالعين مع خديجه مع بعض، فمثلا تفاصيلي كده وانا بفاصيلها حاجات نجرب في التمرين، لكن في الماتشات اكيد الكلمه ما بنجربش. اي حاجه من دي في اي ماتش؟ متوترين لو الباصه دي راحت، هي جت لنا كوره حطها على طول. لو عمل شكل وحش كمان ما ظبطتش معاكم. صحيح. لكن بنجرب يعني في التمرين على طول. اوكي. طيب هتستعدوا بقى ايه لايه ان شاء الله الفتره اللي جايه؟ نستعد ان احنا يعني ان شاء الله اقرب بطوله هتشاركوا فيها هتكون بطوله ايه؟ الجمهوريه. امتى بقى؟ هي هتبدا التمهيدي في شهر 2. اوكي. التمهيدي في شهر 2. يعني دور التمهيدي هنبدا في شهر 2 بقى، وكده في كذا دور. دور التمهيدي بتلعبوا من خلاله كم مباراه تقريبا؟ يعني هم لسه يعني ما حددوش كم فرقه، بس من لاعب من مثلا الستة مثلا اللي في القاهرة وستة في الجيزة واسكندرية ومحافظات تانية. اوكي. وبعديها بقى تخشوا على المعمعة التقيلة. مش كده برضو؟ قلقانين من اللي هيحصل في البطولة؟ يعني انتوا بطولة منطقة القاهرة لوحدها طبعا مبروك عليكم الفوز بيها، لكن ما كانتش سهلة قوي بالنسبة لكم، ما بالك بقى بطولة الجمهورية؟ أعتقد إن الضغط هيبقى أزيد. أكيد. مش كده؟ عشان الماتشات هتبقى أصعب طبعا. وبالتالي يعني الاستعدادات كمان لازم تبقى اكبر. كمان في فرق من يعني ما لعبناهاش قبل كده، ما نعرفها يعني، شفناهم هما بيلعبوا بس ما لعبناهمش قبل كده يعني. اوكي. لكن بتهتموا ان انتوا تتفرجوا على كل الماتشات؟ عشان نعرف نتفرج يعني على كل الفرق اللي يعني قدنا، ونشوف بيعملوا ايه مثلا لما لعبوا فرق اللي احنا لعبناهم. ولما تابعتوهم لقيتوا ايه؟ يعني مين اكتر فريق مثلا لا بجد ممتع وانتوا بتتفرجوا على ماتشاته؟ ويتخاف منه لو هتلعبوا ضده؟ لا يعني الفرق كلها يعني حلوه، بس يعني صراحه لما بنتفرج نبقى يعني ان احنا صراحه يعني نبقى يعني احسن منهم يعني. اوكي. يعني ده نفس احساسك برضو يا خديجه؟ طبعا اهم حاجه ثقته في نفسه. يعني احنا يعني عندنا امكانيات اكتر منهم يعني، ويعني فرقتنا يعني حلوه. اوكي. طب هل لو قارنا في فرقتنا اللي هي سن اللي هو السن بتاعكم مرحله 14 سنه باي فريق اجنبي، فكركم في فرق كبير ولا احنا برضو حلوين؟ لا احنا حلوين. انتوا جات لكم اي فرصه تلعبوا اي ماتش مع فريق في نفس المرحله السنيه بس من دوله تانية مثلا، ولا لا شغالين محليا بس؟ لا محليا بس. مفيش بطولات بتشاركوا فيها بره مصر؟ لا. اوكي. ولا منتظر ان ده يحصل قريب، ولا ده متوقف على المرحله السنيه؟ يعني المراحل الاكبر سنا هم اللي بيدخلوا في بطولات دوليه؟ لا يعني في ممكن اكبر مثلا من 16 او 18، لكن يعني 14 نبقى صغيرين شويه. اوكي. ونفسكم ان شاء الله تكملوا في المجال ده؟ اكيد. يعني وانتوا في الجامعه تكملوا برضو لعب، بعد ما تخلصوا دراسه تكملوا لعب، ولا يعني حاطين لنفسكم بلان ثانيه؟ لا هي دي. انت الباسكت عالمك. حياتك بالكامل. صح كده؟ وانت بالنسبه لك يعني إيه؟ مثلا ممكن لما نكبر نشتغل في حاجه نبقى يعني نشتغلها مع الباسكت. يعني أوكي. هل الحاجه دي ممكن تبقى بره مجال الرياضه عموما؟ ولا ممكن برضو يبقى فيها تدريب؟ ممكن يبقى فيها؟ لا ممكن يعني تبقى بره الرياضه، بس يعني نشتغل مع حاجه مثلا في الرياضه، او نلعب او ندرب او كده. عموما ربنا يوفقكم ويكرمكم ان شاء الله. مبروك عليكم البطوله، مبروك عليكم الكاس، وان شاء الله احنا اكيد مستنيين منكم المزيد من النجاحات ان شاء الله. جمهورية. نورتونا وشرفتونا. هنطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع مره تانيه نكمل بقى كلامنا وتاني فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده. خليكم معانا.